بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نحن الآن في استقبال عدد فريق الترجي المشارك في الدور التمهيدي الثاني لبطولة أندية أفريقيا، إن شاء الله دوري أبطال أفريقيا، وإن شاء الله الاستقبال كان لأكمل وجه وتوفير جميع الظروف الملائمة للبعثة اللي هي بعثة نادي الترجي طبعا. والاستعداد بالنسبة لفريق الاتحاد على قدم وساق للظفر بنتيجة المباراة بإذن الله إن شاء الله، يعني ورب يوفق فريق الاتحاد. وإن شاء الله يعني نحب نشكر برضو يعني الجهات اللي في مدينة بنغازي على الاستقبال بالنسبة لفريق الاتحاد تحديدا، يعني وفرنا جميع سبل الراحة طبعا، يعني سواء جهات أمنية أو جهات رياضية أو جهات إدارية في مدينة بنغازي. ونزيد نكررهم الشكر طبعا على حفاوة الاستقبال، وهذا ليس بغريب على أبناء مدينة بنغازي طبعا العاصية.